اختبار ضد الأوروغواي بملعب كاترينبرغ اقترنت باحتفال نجمهما المتألق محمد صلاح بعيد ميلاده 26. صلاح أفضل لاعب أنجبته الكرة المصرية منذ أعوام طويلة، والذي برز الموسم المنصرم بشكل لافت على الساحة الدولية مع ليفربول محرزا 44 هدفا في جميع المسابقات. فضل الأرجنتيني هكتور كوبر عدم المجازفة والمخاطرة بإشراكه بحجة عدم تعافيه التام من الإصابة التي تعرض لها ضد ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال. منتخب مصر الذي التزم بتنظيم وانضباط كبيرين لعب فيهما محمد النني المحترف بأرسنال دورا محوريا في الربط بين خطي الدفاع والهجوم، فكانت معظم الكرات تمر به لينجح في 44 تمريرة افتقدت للأسف معظمها كثيرا لمجهودات وفاعلية مو صلاح الهجومية. إغلاق المنافذ والمساحات وتوخي استراتيجية دفاعية صارمة كان أيضا سلاحا للمدرب كوبر للحد من خطورة الثنائي إيدينسون كافاني ولويس سواريز اللذين أقلقا وأتعبا دفاع الفراعنة وكانا دائما قريبين من هز الشباك لولا حارس المرمى محمد الشناوي الذي أبلى بلاء حسنا واستحق الثناء لينال جائزة أفضل لاعب في المباراة رغم تلقيه لهدف قاتل من خوسيه ماريا خيمينيز اغتال به فرحة المصريين الذين كانوا قريبين من اقتلاع التعادل. وعلى الرغم من الخسارة الموجعة في اللحظات الأخيرة، فإن مواقف بعض الملاحظين ونجوم الكرة المصرية السابقين راوحت بين أداء تكتيكي جيد ومباراة فوق المتوسط فنيا للفراعنة. هذه المواقف عكست أيضا آراء الجماهير المصرية التي تابعت مباراة منتخب بلادها وتوقعت ردة فعل إيجابية ضد الروس أصحاب الأرض في مباراتهم المقبلة. هذا وأجرى المنتخب المصري ميرانه الأخير قبل مواجهة نظيره الروسي في الجولة الثانية لمنافسات المجموعات الأولى. النجم المصري محمد صلاح تقدم المشاركين في الحصة التدريبية وأدى التمارين بشكل طبيعي، مما يشير إلى جاهزيته التامة للدفاع عن آمال الفراعنة في تحقيق الفوز على المنتخب الروسي المضيف رفقة زملائه في المنتخب. لمباراة منتخب بلاده أمام صاحبة الضيافة روسيا.